في ظل ما تقدمه دولة الإمارات من دعم كبير لرياضة أصحاب الهمم، يجتمع في إمارة دبي وضمن منافسات دورة بطولة العالم لألعاب القوى عدد كبير من رياضيي هذه الفئة للمنافسة على أكثر من 170 ميدالية. الجديد أيضاً أن لأول مرة الأمم المتحدة واليونيسيف يضعون شعارهم على صدور اللاعبين كرعاية، وهذا شيء جميل جداً. نؤكد من خلاله أن حركة أصحاب الهمم هي حركة عالمية، ومن ثم أن الرياضة أيضا هي دافع وأساس ورئيس بالنسبة لتطور حركة أصحاب الهمم والدمج في المجتمعات العالمية كلها. ومع تواجد كوكبة من الأبطال العالميين، يحاول لاعبو المنتخب الإماراتي تسجيل أسمائهم على منصات التتويج في هذه البطولة وحصد الإنجازات في واحدة من أكبر الأحداث العالمية لحجز مقاعدهم في البطولة العالمية في اليابان. والله البطولة بين بلي بطولة جيدة وتنظيم رائع، ونشكر دولة الإمارات ودبي اللي درنا عندها وإحنا عرب باش نمثلوها في هذه البطولة العالمية. احنا عدا نوي وسمير بطل عالمي وبطل اولمبي، جينا وفد مشارك ب 22 عداء من الجزائر، وان شاء الله نحصلوا على نتائج وان شاء الله نفرحوا العرب اجمعين ان شاء الله. وتأتي أهمية هذه البطولة على اعتبارها المحطة الأخيرة التأهيلية للألعاب البارالمبية في طوكيو 2020، ما يبشر بمنافسة شرسة ستشهدها البطولة لنيل الأرقام التي تؤهلهم للحدث العالمي القادم. عبدالله الزعبي، قناة الغد، دبي.